إني المتسابق على جواد كاظم محافظة البصرة، العمر 14 سنة. شجعني والدي وعمي وأهل منطقتي. أشوف الجاه في الدنيا والآخرة إن شاء الله عندما أكون وجيها بالحسين. شفت الرواديد القدماء مثل ملا باسم ملا جليل، وهذا الشيء دفعني أن أكون مثلهم إن شاء الله. أنصح أخوت الرواديد أن يلتحقون بهذه البرامج المباركة. المنافسة صعبة، لكن إن شاء الله القبول عند الإمام. اللجنة الكريمة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتسابق على جواد كان من محافظة البصرة قضاء الدير، 14 سنة. بتنا يا ابويا على الرمل وشوك وشوك، بتنا عقوب ما حرقت الكفار بيتنا رحت لك والعقيلة والعقيلة تصيح بتنا مشت الجثث رجع لي رقية مشت للجثث رجع لي رقية. أحسنت. قصيدتي إلى خادم الحسين الشاعر علاء المياحي، لسان حال فاطمة بنت الإمام القاسم ابن الإمام موسى الكاظم. أحسنت. عذبني قال ان انت بلا عشيره، عذبني وانا احس بروح اميره، وين هم بويا اهنه ليش ما حد سال عنه. عذبني. افلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عذبني قال ان انت بلا عشيرة، عذبني وانا احس بروح اميرة، سأل عني. عذبني يا الله، عذبني قال ان انت بلا عشيرة، عذبني وانا احس وين هم بويا اهني ليش ما حد سأل عني. عذبني من زمان اسمع حكيهن من يقعدن يقولني علي غريبة وما ادري بيت من، حتى مين نحكي واسولف ما يريدن، حتى مين نحكي واسولف ما يريدن. ولو رديت العب يا ابويا
ما يقبلن وحده قالت وانا هلكم لا عشيره انت عدكم ضحكتي واسمع حكيها يا غريبه وين اصلكم وحده قالت وانا ابوك العمامه وحده قالت انت منزلتك خدامه بلا اصول انت ببلدنا ليش ما حد سال عنه عذبني الله الله افلح من صلى على محمد وآلي محمد صلى على محمد وآلي محمد. حضور يسرق الاضواء في اول الحلقه ووقفة حزن شاهدة على هذا الأداء الجميل بالتوفيق يا حبيبي. خالص الترحيب بلجنة التحكيم الموقرة في حلقة هذا اليوم رئيس وأعضاء لجنة التحكيم حياكم الله مرحبا بكم. حياك الله أخي علي حبيبي. أبدأ من جانب القلب الأيمن أم من جانب القلب الأيسر؟ كلاكما يقول السعيد من اكتفى بغيره. أنا مكتفي فمن يريد أبو السعادة؟ مهدي. عفوا انت سعيد دوما دكتور على راسنا دكتور تفضلوا ابو مهدي مساك الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا. السلام ورحمه الله. مساكم الله بالخير وعظم الله اجورنا واجوركم بمصابي سيد الشهداء الحسين ابن علي روحي فداه وتحيتي الى اخوتي في اللجنه خدام الحسين الاساتذه اخوانا واحبابنا وسعداء بأن نلتقي معكم بحلقة جديدة من هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول وأن نكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله. اللهم آمين. علي طيب الله أنفاسك وبارك الله فيكم أجور تمتلك خامة جميلة وصوت دافئ إن شاء الله نراك في أعلى المراتب إن شاء الله. ملاحظتي أدائك يا علي يحتاج إلى مرونة أكثر. مرونة خامة جميلة لكن تحتاج أن تمرن أكثر وهذا يأتي بالممارسة والتمرين والتدريب اللي كنا نحرص عليه دائما في المراحل السابقة أو المتسابقين اللي معاك السابقين اللي سبقوك يعني كنا نحرص عليهم التمرين المكثف بداية بمرور التجويد في القرآن الكريم وغيره وغيره. نعم ممكن أنا وأبو بنين مولى عمار عفوا حبيبي أبو مهدي قد نكون حرصنا كثيرا على موضوع التجويد ولكن لأهميته هذا يعني أكيد نعم ونؤكد 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 نعم مو كل من صارت له فرصة من السابقين بأن يلتحق بذلك ولكن الآن ما شاء الله نعمة من الله العراق يعج في مراكز القرآن الكريم والحلقات وبالأخص اللي هي تحت رعاية العتبات المقدسة يمكن أبو بنين صح لولا صح فهاي فرصة واعتبرها فرصة ذهبية بأن تلتحقون بها إن شاء الله لكي نطور من أدائنا ومخارج حروفنا ومرونة صوتنا أكثر وأكثر. أنا لا أطيل وأترك التفصيل لأبو بنين فقط خامة جميلة تحتاج إلى مرونة أكثر حتى يكون أدائك مستقر أكثر. أدائك جميل ولكن من تصر أن تسوي فد عرب معينة تختل عندك الجملة ليش؟ لأنه محتاج إلى مرونة. بارك الله بك يا علي. مشكور أبو مهدي شكرا لك. ها تمام زين أنت بالمدرسة شلونك؟ مدرسة زين يعني إذا دخلت حلقة قرآن كريم مثل ما وصوك الأساتذة راح تحفظ لو ما بيك حيل تحفظ لا الشيء الشيء اللي يحبه الشيء اللي يحبه يسويه إن شاء الله هذا خارج نطاق المدرسة الشيء اللي يحبه راح يسويه فعلا إن شاء الله
أرحب أجمل ترحيب بملا عمار الكناني، وعظم الله أجرك في حلقة اليوم ملا. يا حبيبي أستاذ علي، عظم الله لنا ولكم الأجر ولكافة أخوتي وأساتذتي المتواجدين في هذه الحلقة وهذا البرنامج المبارك، وكل مشاهدينا الأكارم، أخص منهم زملائي أساتذتي في لجنة التحكيم، وكذلك حضورنا وجمهورنا العزيز الكريم، عظم الله لنا ولكم الأجر. مثل ما قال أستاذ محمد أبو مهدي، الالتحاق بالمعاهد القرآنية، وأنت منين؟ البصرة. البصرة تعج بمراكز القرآن الكريم، ما شاء الله فيها الكثير من البرامج وكثير من المعاهد القرآنية ودور القرآن الكريم، تستطيع أن تلتحق بأي معهد من معاهد القرآن الكريم في البصرة، وهذا شيء مهم جدا. تمتلك مثل ما قال أبو مهدي، تمتلك خامة صوتية متفردة نوعا ما، فيها شيء جميل مميز يختلف عن الأصوات البقية. هذا الصوت الجميل يمتلك المساحة في الجواب وفي الوسط وفي القرار أيضا، قليل من القرار وليس قرارا كاملا، قليل من القرار، والتلوين والضغط والسحب عندك في صوتك جميل جدا، تحتاج إلى مرونة مثل ما قال أخوي أبو مهدي، ويحتاج إلى ثقل أكثر بالممارسة، يكون الصوت أجمل وأجمل وأجمل. طيب الله أنفاسك، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وأدعو لك بحق محمد وآل محمد أن توفق في الدنيا والآخرة، وأن تكون خادما للحسين وبارا بوالديك إن شاء الله. أحسنتم العمار، شكرا جزيلا. أرحب أجمل ترحيب أيضا مرة أخرى برئيس لجنة التحكيم دكتور عماد الزبيدي في حلقة اليوم، وأحسن الله لك العزاء دكتور. أحسنت ملا، وطيب الله أنفاسك، وعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين عليه السلام. وأرحب بأخوتي السادة الحكام، أخي العزيز أبو مهدي، أخي العزيز أبو منين، وكذلك أرحب بأخوتي في فريق القاسم عليه السلام، وأخوتي في فريق علي الأكبر عليه السلام، وكذلك أرحب بالجمهور الكريم. جعلنا الله وإياكم وجهان بالحسين عليه السلام. حبيبي ملا علي، يعني أنت من الأصوات والخامات اللي سمعناها سابقاً واللي تتفرد بشيء مميز، بس مثل ما تفضل ملا عمار وملا محمد، تحتاج للتدريب، تحتاج للاختيار الصحيح. فإن شاء الله متتأهل راح نحولك على أحد الفرق واللي بيه مدربين كبار، وإن شاء الله يسقلون هاي الموهبة، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. أحسنت، شكرا دكتور. ما نسمع شيء اليوم بداية يعني الحلقة؟ نسمع بس إيه؟ نسمعها بالشعر نبديها. يا الله أبو علي تفضل نسمع. أبو فاطمة، عظم الله لك الأجر ملة ملة علي. كما ذكرت اللجنة الكريمة بأن هذه المرحلة مو مرحلة تسليط الضوء على الشعر والمفردات الشعرية، بس أعتقد قصيدتك من النوادر، وتاريخ قصيدتك تاريخها بالضبط، موضوع قصيدتك قبل استشهاد مولاي القاسم من كان يسموه الغريب، قبل ما يكشف عن اسمه من تصرفات المدينة كانت مع بنته، يعني الموضوع مالته. هي لمن القصيدة الله. حتى يعرفون شاعر على المياحي. نعم، الشاعر على المياحي. أحسنت. لسان حال مولاتي زينب تقول: يتيماتك صرت عقبك أبلهن، يعطشن واركض بدمعي أبلهن يطيحن خاف صرت أتبع أبلهن حتى تصير طيحتهن علي. الله يوفقك ملا. أحسنت أبو فاطمة، أحسنت يا حبيبي، لك كل التوفيق والخير إن شاء الله.